استطاع أن يدون اسمه بأحرف من نور في سجلات الرياضة المصرية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص، وهو أحد أبرز لاعبي مصر على مدار تاريخها في رياضة الكرة الطائرة، وأحد نجوم العصر الذهبي بالنادي الأهلي. السد العالي أو قاعدة الصواريخ أو الهرم الرابع، ألقاب عديدة أطلقها محبو حمد الصافي عليه. هو من مواليد 14 أبريل عام 1972 بالإسكندرية. بدأ ممارسة الكرة الطائرة في 12 من عمره في دور المدارس قبل أن يضمه نادي سموحة السكندري عن طريق أسامة محرم، قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر عام 90. وبعدها نجح حمد الصافي في حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كافة الألعاب الرياضية بعد أن بات أكثر رياضي في تاريخ الرياضة المصرية تحقيقاً للبطولات لاعباً ومدرباً. بعد أن بات أكثر رياضي في تاريخ الرياضة المصرية تحقيقاً للبطولات لاعباً ومدرباً. وبعد مسيرة طويلة وحافلة مع الشياطين الحمر، قرر ابن الإسكندرية أن يعتزل ويتجه للتدريب، وساقه القدر ليكون مسؤولاً عن فريق فتيات الذهب بالأهلي، حيث حقق معهن 22 بطولة بواقع 8 ألقاب للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر وأربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا ولقبين للبطولة العربية. ويأمل الصافي في كتابة المزيد من السطور والإنجازات مع سيدات طائرة الأهلي في ظل الدعم الكبير الذي يلاقيه الفريق من قبل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. تعالوا نرحب بالصافي في مواجهة مختلفة مع المجري. أهلا بك كابتن حمدي على شاشة الأهلي.